معنا سيد أبو عشرية محمد، مدير مشاريع وكالة عدل بولاية سعيدة. مرحبا بكم سيدي عبر أمواج إذاعة سعيدة الجهوية. نشكركم جزيل الشكر على تلبية الدعوة والحضور لاستديوهاتنا من أجل تنوير الرأي العام، خصوصا مكتتبي عدل بولاية سعيدة فيما يخص مشروع عدل 2 بولاية سعيدة. سي أبو عشرية محمد، قبل ما نتحدث على المشروع في حد ذاته في ولاية سعيدة، نتحدث على المؤسسة اللي كانت غايبة بولاية سعيدة. كان مطلب للسكان أنه تكون وكالة عدل موجودة هنا في سعيده، ما نقعدوش تابعين لولايه سيارت. واش قلنا على هذا التنصيب تاعكم هنا على مستوى ولايه سعيده، وانت ان شاء الله الشركه غادي تبدا العمل تاعها رسميا هنا بالولايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. اولا نشكر اذاعه سعيده على اهتمامها بايصال المعلومات الى سكان ولايه سعيده. ثانيا حاب نوجه تحيه المدير الجهوي لوكاله عدل، مدير جهوي بوهران، تحياته لسكان ولايه سعيده، وانه يعتذر انه كان يتمنى يحضر باش ينور هذا المستوى المستمعين المستمعات فيما يخص مشاريع عدل، ولكن ان شاء الله اليوم ننوركم ان شاء الله سي الحسين فيما يخص مشاريع وكاله عدل. راك طرحت لي شحال من سؤال. اولا وكاله العدل الحمد لله ما يعني منذ تنصيبنا في الولايه، اولا نشكر سياده والي الولايه اللي يعني ما قصرش يعني في امداده بالمساعده، وكذلك المدراء المرتبطين بقطاع السكن اللي هو مدير السكن، مدير ديوان الترقيه والتسيير العقاري، كذلك مدير التعمير، وحتى للمنتخبين يعني رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس البلدية سعيدة، حيث أنها والمدراء الآخرين اللي كانوا يعني تاني ساهموا، مدير التشغيل كذلك في البحث عن إطارات. أولا الحمد لله وجدنا مقر مؤقت لوكالة عدل. ثانيا كنا في مرحلة البحث عن إطارات اللي يخدموا إن شاء الله في المكتتبي عدل، إطارات يعني فيما يقول في قضية التسيير إن شاء الله، قضية التسيير التجاري سي كوميرسيال، وإن شاء الله بإذن الله حتى الإداري اللي كي باش نعطوا فيه تساؤلات على بالنا بلي راه يعني كانت وكالة عدل ما كانش في سعيده، كاين الناس اللي ما كانتش تنجم تتنقل للاختيارات لاخذ المعلومات او اكمال الملفات تاعها. ان شاء الله باذن الله قريبا ان شاء الله في مده شهر على اقصى تقدير ان شاء الله يكون المكتب سعيده مفتوح. نبقوا مع المكتب، يعني الثقه اللي راح يرفع هذا المكتب دروك على المكتتبين تاع عدل في ولايه سعيده وعلى المؤسسه في حد ذاتها، واش هو؟ المكتب لما يفتح هنايا يبقى يعني كي نقولوا اللقاء مباشر مع المكتتبين، نوفر عليهم التنقل ونوفر عليهم. تخيل انها انا وجدت مكتتبين في المديريه الجهويه بوهران ما عرفوش وين يتوجهوا باش ياخذوا المعلومات، طمأناهم قلنا لهم ان شاء الله باذن الله غادي نفتحوا المكتب في سعيده، ان شاء الله يلقاو اطارات تكفله بهم في الاسئله اللي تخصهم في المشاكل اللي خش فيه مشاكل فيه عدم اكتمال ملفات او ما وضعيه، نعم الوضعيات كذلك. نوروا ان شاء الله للمكتتبين مكتتبي وكاله عدن ونورهم بالله يعني الحلول، او احنا نطرحوا الاسئله حتى الى ما نجمناش حنايا نشوفوا هنايا الحل نرفعوها للمديريه للوكاله المديريه الجهويه. اشراف وكاله عدل هنا في سعيده اشراف مباشر للمشاريع وللمكتتبين ان شاء الله باذن الله. سي أبو عشرية محمد، مدير مشاريع وكالة عدل بولاية سعيدة، نرحب مرة أخرى بك باستديوهات إذاعة سعيدة الجهوية ونشكرك على تلبية الدعوة. دائما في إطار الحديث على قضية عدل بولاية سعيدة ومشاريع عدل بولاية سعيدة، سيدي ماذا عن اختيار الأرضيات؟ يعني كانت سابقا مدير سكن أو مدير ديوان ترقية وتسير العقاري صرحوا عن اختيار أرضيتين لإنجاز المشروع، يعني ماذا عن هذا الموضوع وماذا عن اختيار قضية الشركة المكلفة بالإنجاز؟ أولا والله هذا على اللي يعني وجدت المهمة سهلة لما تحملت مسؤولية مشاريع عدل في سعيدة، اللي هي أنها يعني المدراء كما ذكرت سابقا مدير السكن ومدير ديوان الترقية وتسعير العقار ومدير التعمير والبناء، حيث أن الأرضيات الحمد لله يعني جاهزة للبناء، فيها أرضيتين بالنسبة لمشروع 1900 سكن، فيها الأرضية الأولى بالنسبة لألف سكن هي في ظهر الشيح مقابل له، الموقع الثاني هو بالنسبة ل 900 سكن هي بعين زرقاء، عين زرقاء كذلك منطقة حضارية جديدة، أرضيات يعني مخصصة لسكنة عدل ما شاء الله يعني يولوا مشاريع دي بروجي ستركتور في هذه المناطق الحضارية الجديدة إن شاء الله. وإحنا تبقى علينا إحنا إن شاء الله في إتمام الدراسة يعني الدراسة المعمارية للمشاريع نتاعنا إن شاء الله. فيما يخص المقاولات للإنجاز والله نحب نبشر أنها اتصلت بالمدير الجهوي فيها مفاوضات، نعم، مع شركة أردنية اللي عندها
عندها 50 سنة في خبرة في البناء وكانت أنجزت في المغرب الشقيق 150,000 سكن، يعني أنها نطمئن السكان المكتتبين ولا بلي هاد الشركات هذه الكبرى راها فاتت عن طريق تصفية باش دخلت الشورت ليست، يعني باش سجلت راها فاتت بالعرض التقني تاعهم والماتيريال، يعني الوسائل والعتاد والخبرة فيما يخص ذلك. احنا ان شاء الله نتمنين خير ان شاء الله في هذه المؤسسة هذه ان شاء الله. المفاوضات قلت تقريبا تمت، يبقى ان شاء الله بإذن الله على حساب التوجيهات تاع السيد المدير الجهوي لما يمضى العقد الاتفاق، يعني نمر مباشرة للدراسة التقنية للدراسة الهندسية، ومن ثم ان شاء الله بإذن الله ننطلق في المشاريع. نقولوا ان شاء الله من الشهرين بإذن الله ان شاء الله. يعني نجم نقولوا باللي المفاوضات راهي بشكل ايجابي ماشية مع الشركة الأردنية هذه، نجم نقولوا هي اللي تعتمد. نقولوا ان شاء الله يعني المفاوضات يعني مكتملة، ماشي ومكتملة مع الشركة الأردنية. نعم، حتى يعني المدير الجهوي اعطاني صدر ديلي وان شاء الله رايحين يبدوا في الدراسات والاخر، احنا ولكن ما نستعجلوش ان شاء الله، نتسناو ان شاء الله الاكيد. واش تاهي نطمئن المكتتبين عدل انه يعني المدير الجهوي والله لا واضع كل جهده واتصالاته فيما يخص لانطلاق المشروع بسعيده، يعني هذه من الاهميات اللي راهم في خاصنا نعرفوا باللي المشاريع في ولايات انطلقت في ولايات مازال. هنا المشكل هو كان المشكل تاع مؤسسه الانجاز، ما كانش مشكل اخر، كان مشكل مؤسسه الانجاز. مؤسسه الانجاز الحمد لله ان شاء الله نقولوا يعني بصفه نهائيه ان شاء الله باللي راه المؤسسه راه ان شاء الله رايحه تنطلق في المشروع ان شاء الله. سي بوعشرية محمد مدير مشاريع وكالة عدل بولاية سعيدة، كاين يعني بعض التساؤلات يطرحوها مكتتبي عدل بولاية سعيدة اللي هما على قضية نوعية إنجاز المشروع بولاية سعيدة، يعني شحال غادي يكون من إيطاج؟ كاين ناس اسكو يقول لك اسكو غادي نديروا غير بسانك إيطاج ولا بلوس دو سانك إيطاج؟ القضية يعني تاع لونتوراج برا ولا لاميناجمون، اسكو عدل هي اللي تدير التهيئة ولا مديرية البناء والتعمير؟ كيفاش هذا الموضوع والمقاييس اللي تحرص عليها وكالة عدل حتى يكون سكنات لائقة للمواطنين؟ والله أولا هي على حسب التوجيهات والأوامر صادر من معالي وزير السكن والمدير العام لوكالة عدل، والله لا فيه تعليمات صارمة فيما يخص الكاليتي كسوا أرشتكتورال ولا صادر إيربانيستيك، يعني لونسومبل تاع السكنات، يعني المجموعة أنها تشكل حي راقي بالتهيئة الداخلية تقوم بها وكالة عدل إن شاء الله. فيما يخص عدد الطوابق إن شاء الله هنا في سعيدة راه فيها يعني طابق أرضي زائد 5 طوابق، وفيه طابق أرضي زائد 9 طوابق بالمصاعد الكهربائية حتى فيها يعني اهتمام حتى بعد الانتهاء المشروع هو لونتروتيان الصيانة من النظافة تاع الأجزاء المشتركة، يعني من كاش ديسكالي إسباس إكستيريور إن شاء الله بإذن الله، في حتى يعني أماكن مخصصة لهاد الناس المختصين بهذه الصيانات وهذه النظافة وإن شاء الله بإذن الله. سي بوعشرية محمد، في آخر هذا اللقاء عندك كلمة تبغي تقولها المكتتبي عدل بولاية سعيدة؟ أولا والله نحب أن نطمئن مكتتبي عدل إن شاء الله بإذن الله رانا هنا إن شاء الله بإذن الله، نقول بسم الله ورانا هنا يا ورانا والحمد لله لقينا كل التسهيلات هنا في ولاية سعيدة، ما عندنا ما نقولوا يعني أنه فيها ما في حتى مشكل لدينا، كل شيء جاهز إن شاء الله بإذن الله. يوم إن شاء الله يوم أن تتم الصفقة مع الشركة الأردنية نعلن عندكم إن شاء الله سي الحسين هنا ينجو إعلان عن اختيار المؤسسة أنها الإذاعة غادي ترافقكم يعني من الانطلاقة حتى النهاية. شوف رافقونا على الكلام شي اللي رانا نقولوا فيه، الكلام شي اللي رانا نقولوا فيه رافقونا غير باش يطمئنوا للمواطنين، باش يطمئنوا المكتتبي وكذا، خاش تلاقيت هنايا تلقى عندهم ذاك الأسئلة والشكوك والغموض والتخوف والآخر. والله إن شاء الله بإذن الله أنا هذه الرسالة أنا اللي نحب يعني نأكدها، لأنه فيه حرص من المديرية العامة ومن المدير الجهوي، حرص لانطلاق المشروع في أقرب الأجل. احنا غير نقولوا حاجة واحدة أنها نقولوا الميز عام ولا القطع ساعة، أنها الدراسة المعمارية ما نتعجلوش فيها، هي اللي تكون الدراسة المعمارية، خاش من بعد كي يكمل المشروع يقولوا راها ناقصة هذيك راها ناقصة هذيك، هي ناقصة من قلة الوقت المعطى للدراسة إن شاء الله حتى نخدموها، يعني هذه نوعدهم ليل نهار مع المكتب دراسات إن شاء الله اللي يتكلف بالدراسة تاع المشروع ليل نهار إن شاء الله باش نزوها في أقرب الأجل وذات جودة إن شاء الله.
بإذن الله نوعدوها إلى ما كانتش سي الحسين، إن شاء الله بإذن الله نتمنى كل خير ونتفائل كل خير ونطمئن مكتتبي وكالة عدل، ونشكرك إن شاء الله سي الحسين، ونحب غير يعني نبارك العيد لكم إن شاء الله الإذاعة سعيدة، نتمنى لكم إن شاء الله استمرارية ورقي إن شاء الله في المسلمين وسكان الولاية إن شاء الله، كاع نقول لهم مبروك العواشر وعيدكم مبروك إن شاء الله. الحمد لله في هذا رمضان إن شاء الله هذا تحركنا فيما يخص الإطارات مع مدير وكالة التشغيل، الحمد لله لقينا الناس اللي إن شاء الله اللي يكونوا يتكلفوا بالمشاكل كل تاع مكتتبين تاع ولاية عدن. إن شاء الله من بعد العيد إن شاء الله من بعد الافتتاح إن شاء الله سوف نعلن الافتتاح عندكم إن شاء الله هنايا، ومرحبا كاع بالمكتتبين إن شاء الله. شكرا جزيلا، وحنا لنا في الخدمة كما وعدنا السادة المستمعين راح ترافق مشروع عدل 2 على مستوى ولاية سعيدة، فقط نطلب من السادة المواطنين بعض التفاؤل والصبر، لأنه الهدف تاع الدولة يعني توفر للمواطن السكن اللائق واللي يكون في ظروف عصرية وظروف اللي تخلي الراحة تاعه. مرة أخرى نشكرك جزيل الشكر سيد بوعشرية محمد مدير مشاريع وكالة عدل بولاية سعيدة على قبول دعوتنا والحضور لإذاعة سعيدة الجهوية، وبإذن الله مستقبلا راح تكون في حصص وين راح نتحدثوا على المكتتبين والأعداد تاعهم بشكل دقيق، الوضعيات اللي وقع فيها يعني مشاكل هنا في ولاية سعيدة كيفاش تعالجت وكيف راح تعالج، وحتى بعد اختيار الشركة لربما بإذن الله يكون حاضر معنا سواء المدير الجهوي لوكالة عدل وحتى يعني ممثل الشركة الأردنية اللي بإذن الله المفاوضات راهي متقدمة معها بشكل إيجابي جدا. شكرا جزيلا سيدي.